لا لا الشوارع إلا كانوا حايدة راه مزيان، شوارع حايدة بحال هذا مزيان. هاد التعولة سامي راه خير طنجة كتبان لك من هنا. هنا فين كيخرج الزمر حتى البحر من هنا ما داخل كيخرج من هنا كيخلعك؟ لا هو كيخرج بحال كيجي ضروري كيفاجئك من الغارصة ولا مش كيقولوا له كيخرج. من كان طريق إذا زمان كنمشي في الصباح كنفتش على العواد كنهجو باش نهد عليهم هادشي كيوقع لي تاين خصوص البلايا كون كنمشي كنمشي بلايا في الصباح إلا كنت في الصباح كيكونوا الناس مخلطين صافي كيتلفوا الحق إلا شافوا واحد منفرد هجموا عليه. دابا أنا أقرب للدار اللي هذيك كتجي الدار بوحدها راه فاين راه تما الأرض تما كدير دابا تما كنشريتي التربة الأرض سمي التربة ديال الأرض ماشي التربة ضعيفة 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 داكشي بحال الأرض ديال الريف الريف خسارة خسارة الشتا قوة مزيان هادي واخا كطيح فيه الشتا والو التربة ديالها غيس البير لا كيكونوا ما كيكونوش غارقين بزاف طنجة فيها غنمشيو تما دا العار تاع الأرض هادي فيها دابا هي اللي قريبة لك هي هاديك اللي قريبة لك هي هاديك غنشوف على الديار ديك الجهة اللي كيفاش طالعين سمير ها؟ كاملين فاهم من المانيا قال لي راه الوفاء ديالهم قال لي واحد في المانيا كان في 50 ها هذا اللي باقي هنا هذا هذا اللي بقى هنا متى ماشي يغج يغج لا ماشي يغج مساحة الأرض أخي سمير هنا راه كل شيء هادشي غير تبنى غاسمير اخي دابا مش باش مشكل الارض يعني هي ماشي زراعية ما حصلش كاين اللي حصلو كاين اللي ما حصلوش دابا هذا حصل سمير غير نسيف بلاتي عليه الطريقة ديال هادي ديال اللي كتمشي لطريق تطوان المغوغة أبرشوم كتشوف اللي هذا هاد ما طرقش لي في البلاصه حمر ودابا انت الطريق اللي قريب لك سمير الطريق اللي قريب لك دابا هي علاش كتجي بحال هكا هيدا علاش لا ولكن هنا كتجينيش انت ما غنضرب دورها هيدا وغنعوجها هادي الارض الطريقة هذه اللي قريبة ها هي سمير اخي ها هي الطريق اللي قريبة لك سمير اخي ها هي طنجة انا ماشي سمير هذه كنشوف هو هذه الطريق هذيك الحمراء وهذه اللي ماشي هذه شفتي فين ديال اخر قال لي راه صافي الجماعة عاملين مفصلين الطريق تما غتدوز وغتخرج وحده غتقطع نيشان الطريق للطرومبيل الكبيرة هذه هذا عزر ده الارض ديالو واحد الزر تما كان كيغرس الجلبان واقيلا ولا دابا هادي غير شي 6 متر ولا 7 متر هما كاملين ماشيين مولاي ما خاي 70 متر 70 متر
دابا هادوك شحال ما قرروا لهيه غيكون البني مطلوق يتطلق. بلي كيجي معاك داك السيد بالطوموبيل واش كيجي من هادي ولا من هاديك؟ كيجي من هاه ديك الجامع كتشوف القبعة راه هي كاينه واحد الطريق تما كتدخل هنايا ولكن داكشي اللي كنشوف دابا انا خير بيست هنايا صعيب ماشي اخر راه كاينه الطريق تما كاين الطريق تما باين الطريق هنا يا شيخ باين الله اقرب الناس دابا اش كيقولوا باين هذا هي تشرب المنبر واقيلا حنايا سمير عيد هو اللي غتمشي تغوزو على الله يخرج الجامع نغوزو بغيت نغوزو من هنا نغوزو لا نغوزو من هنايا نمشيو بحال هنايا دابا رصفو شويه شوف عملو عمروها بالحجر شي شويه الطريق واش كيدوز كيوصل زعما بنادم والناس الخارج يا سمير يجيو يرتاحوا هنا حسب الصداع ديال المدينه الصداع ديال بني بلاك هذا فا 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 كلشي معلق هنايا في لايك ديال البيع اللي بيع السماء يلعبوا بها الدور تاع الغابتين باش شكون غيصوت عليا غنعمل له سبيل خليو الناس صافي هذه عاد تكشفوا عليا كانت محفوره بالماء لان كان كيجي هذا الواد وكنحفر ديك التراك كامل عاد تكشفوا عليا هذيك المهمه ما عرفتش مدرسه ولا شي مستوصف هو دابا هذا التعليم الأولى طور المرج بعد الأول هذه اللي جينا من هنا ايه من هنا كنت كتولي لهذيك الدار دابا كاين اللي كيشبه دابا شكون اللي في النظر ديالك تجي تحت كاين واحد الطريق تما مع ديك الجامع اللي وريتك واحد الجامع راه فايل شتي اللي عدلوا الطرقان هادو وعطاو الناس الرخاص ديك السكة الاقتصادية ديال هذيك والله اخي منعم بالله ما هما علم دابا مزيرين على دابا هذاك الشيء هذا مسألة تجارية هذه ديك السكة الاقتصادية ايه الناس الحرية ديالهم يسكنوا فيما دابا الدار الانسان جينا على هذه ولا هذه الانسان الدار يسكن بابا يسكن معاه يما يسكن معاه الا عنده شي اختو مثلا شي حاله معينه شي حاجه ولكن السكن اقتصادي السكن اقتصادي الو اخي قال لي اخويا مشاكل هذيك السكن بحال باش شحال اما هذوك اللي جاو على الطريق عنده طروف على جاو على الطريق خلي يعطيو لي فيهم 4000 درهم غادي نجي نسد اللي جاو على الطريق دابا هو جا هذوك هما كيخليهم على الاخر صح ايش هذوك قالوا المصلحه قالوا شوف مزيان هذه سبيله لا سبيله الماء هذا الفصالة غاسلين باش كيخسروها انت شوف اصاحبي واحد الدار كبير وحده صغيره الاولى منعم اخي خصو يكون تمشي مع في الاول ماشي حتى كتمشي كضرب الفلوس هاد الخرج كيبقى داك الشيء كيعص كتفصل عشوائي شي خارج من هنا شي داخل من هنا بحال المروح الترومبيه هذا حنا حدانا كتبقى هذه هي المحطة ديال الترامبية النهائية سواء الترامبية ولا التاكسي لا هي هذه ما كانش طرق كاع من تن لهن ما كانش طرق سامر كاع
هذا الشارع هذا. ديو الحوايج اللي كانوا قدامي هنا سمعنا وما عرفتش. الحوايج اللي كانوا قدامي هنا. الطريق كانت حدانة يا راه، شوف ها فيك الطريق حدانة. ايه راه الطريق اللي كامل ولا ليه تما جاي الشيء العين، ما كاينه واحد البلاصة راه فيها تما الجمال. كاملين عندهم بلان معوض يقول لي
من هذه الطريق تمشي تبقى من الشام الى حتى تخرج من بوغا نيشان. السيد هذا باش يعطي ساعة دابا هذا مزيان. أي مالك أنا صافي دابا هادي حداني دابا هاد الطريق إلا تعب تبعتيها خصك تخرج لك الجهاز من المشلاوة. كندور من هنايا كندي عين مع الطرقه هذه. اللهم يسلمك. غادي اجي وقيلا غنرجع بحال هيا اذا ما كتخرجش. كاينه واحد البيست هنايا غتكرفش شويه. لا لا البيست ما خصني يجي. ما تكرفش يرجع لا نوصل حتى راه فين كندي عيني كنتسالى. السلام عليكم. قلت لك نعرف الناس هنايا كامل الناس هنايا. انت قال لك الرخصه مزوره. حتى طلع هذا غادي يدير 25 ساكن. فرع اخرى يا عمري. علاش فرعو فريع عسل؟ ما كيعرفش يرسو؟ شوف لما عطى الرشوة هو. أنا بعطيها الرشوة ولا ما عرفتهاش، أنا ما عرفتهاش شنو كاين. هو هو قال لك قال لك ها أنت شوف شوف يلاه هذوما أواخر اللي ابتداء من هنايا ها أنت ابتداء من هذوما. ابتداء من هذوما حافظوا له على الآخرين هنا صافي. دابا هذه هي البيست اللي كيقول لك شتيها؟ هذه دابا هي هذه باش كيقول لك تما شي يقول وقريبة سمير الطريق ديال شو 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 كتشوف شي الطريق ديال تطوان راه هي واش كنقول لك اخي مولاي هي قريبة دابا هو قال لي من هنايا وغادي تشرك مع ديك الطريق والله خرجوا ديك الطريق راه فينا سمعت تطلق البنينة هذا بصح دابا هذيك الطريق ديال اش مولاي هذيك الطريق ما بين هذيك اللي دخلنا منها و ما بين سيدي حسين ياك ما بين لا يا ودي الطريق كتمشي لبوغا صح تمشي الطريق ديال 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 طريق تطوان كتخرج لك المرجع صافي سموها وهنايا هذيك الرامبون اللي دخلنا منها حنا الكبوريه هذيك الطريق كيهبط من هنايا هذيك الطريق الدائريه ديال مرجان مرجان مغوغا
الكومبوريه دابا هو شي اللي قال لي بلاتي تسرحوا شويه الطرقات عند المتعاقب دابا هادو دابا هادو دابا يا اخي بزاف هادشي ان شاء الله المهم اخي ابتداء مع هاد الزنقه هادي هو بزاف كنحمل ديك السكينه فيها وعلاش اخي يعني بزاف الاولاني فيها باش كيقول الناس مسروبه مسروبه الجامعه هادي جديده وقال لي قال لي الله بنور
يمكن تربهم ما سمير قانون غائر دو جسد غائر دو جسد خليه مشروع الألماني غائر دو جسد باقي كالدور في طنجة وفي كتامة وفي كتامة أجبرت واحد نوع من الرونوا منعيم هذاك الرونوا خير منعيم اللي كان عندهم حريف إرساج من 16 15 ولا 16 عندهم ديك الروايض الخريب بحال مغطيه بحال السيد الموت دابا باقي كدور واش باقي ديك الرونو كدور كان واحد كان عقل عليه كنت كنسكن في الحسيمه كان عنده ابو العيب كان عنده ديك الطوموبيل المسكين دائما عنده المشكل في سيبكا كانت عند السي بن علي مسكين الله يرحمه السي بن علي كان عنده سيبكا وقال الوالد الله يرحمه مسكين قال له استعن الله ملي تشوفني خارج الطوموبيل عرف جوج الحاجات ماشي واحد المريض في حاله خطيره صافي لون بيلوس لون بيلوس عنده في الطريقه هادو هادي ملي تشوفني عرف شي حاجه خطر المعلم جاي اللي ذاك قال لي الطوموبيل السيكا كانت كتمشي بليسونس هاد ليسونس شو على منظر دايما تسمير هادو كانوا دايما مريضين واه دايما هادو مبريين مزيان بحال هادشي اللي مبرلي لا لا عاد الناس عاود الناس جاو المهاجرين هادي شي مؤسسة هنايا غدير هنايا شي مدرسة غدير واخا المخزن كيبان المدارس اولا ايوا ولا هادو تما مشروع تعمل لهم المدارس خصوصية في 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 شي وقت دابا حاليا كيبيعوا هذوك اللي كيكونوا في وسط المدينه اللي هي رجعوا بحال دابا بحال دابا مرشاد ما فيهاش الناس بحال دابا شيخو علي باي ما فيهاش الناس يعني الناس هاجرات الناس الشعب كلشي هاجر مشى حال اوروبا بقاو الناس كبار الديور خاويه هذا من مرشاد فيها الناس فيها العود خصنا نصابي للجماعة والتوفيق ما تلقى ديموس راه ديموس من هنايا كان نبني واش الجبل ديال التراب هادو هنا هما دابا هما ابو العيمة خير عند الله وجهه واش عندهم شي تراب خاص كيبنيوه ولا التراب الظرف؟ لا ما كاين طوب لاجور ما يمكنش يتسرب الماء الماء ما كيتسربش الماء بحال دابا اخر في الحاتيكو كيدخل الماء كيتفسك الماء كيدخل هاد المشاكل ديال العمارات اللي كيطيحوا المشاكل ديال طاف هاد الشيء ديال لاجور جديد والسيما بالنسبه للعمارات كيطيحوا ابو الهيمه خيالي ان اول حاجه الفوندو ما كاينش ديال الاساس هي اللوليه السيما ناقصه الحديد ناقص كلشي ناقص علاش لا العمارات تبنوا وصارت الخرب عاليه ودابا هذا خصو يبني ابو الهيمه ماشي الباس العمارة واه خالت شوف خالت هذه يما اللي ساكنة في ديك السوق الداخل تما ديك الدور فيه السوق الداخل السوق الداخل عرفتي باش مسقفين ديك الحديد عبر الصفائح ايوا هذاك باقي من عيم كنشوفو ولا ديك الدور شحال هذا التاريخ ديالهم ما عمرهم تصلحوا يعني نورمالمون الدار دابا ضروري خصك تدوز واحد المدة تقرقب عليها تكسر شوية تعمر شوية الحديد لأن الحديد كيكون شاب هي ديك الساعة شنو عملت؟ قالت لهم واش تقبلون أن
سليم عندكم ديك الارض نقطع عليكم كاملين بكم. قالوا لا ديها صافي صافي. ردت عليهم ردتها ديك الساعه باش حسي جدها باش يقرا الجبال ديالها ما عرفتش مشاكل. دابا دخلتي المحاكم ما غتخرجش من المحاكم شنو طوب بعدا الحاج عيط والله ديك الفاهم ندير الاوراق
ربيعان تفهم معاه 20 سنتيم غيشريها منه 20 منه 50 سنتيم عرفتها شحال كتجي منه راه طويله قالوا لها غنبني من حدا جا المهندس ملي جا المهندس زاد قالوا فين قالوا هو العمارة قالوا قلت لك هنايا تحت الله شو راك وديك المسافة اللي غيبقى في الحيط الحيط غيدخل فيه الشكارة مشى عندو عاد مشى عندو كيقولو لا غيدير هو بنا العمارة ديالو هو قول انا هو فلان علاش قال لي غيتفلى عليا قال لي نهار اللي غيتعيني غيتعيني اذا ما بلاش ديك الطرف هذا ديك 50 سنتيم لا علاش قال لي ما غيتفاهم معايا يقول لغة بلي وهاد ديك الساعة لا تفاهم قال لي انا ما فهمي عبراش عليا عندو الحق هو دابا اللي بغيت تشوف هذه 50 سنتيم واش غيدير كيقولوا السيد تفاهموا دابا خلصك ما معقول خلصك ديروها في الوريقه باش نبنيها مسائل ديالي هو ملي غيمشي يحفظ ملي غيحفظ غيقولوا له راه انت بنيتي 50 سنتيم اخرى هذيك الساعه عرفتي اش غيعملوا البحر علاش هو كيقول لهم بعد تفاهموا دابا الا جينا نتفاهموا دابا غادي نعطيك الثمن اللي متفاهم ولكن الا مشيت حتى تزيارته وغنقول له غنطيحوا ديك الشيء والسيد بنيتي له في الموطور ديالو اللي قالك هو غتخلصوا صافي غيبتزك هذه 50 سنتيم خطره مهمه في هذه لا من هنا هاو درنا الحيط هذه هي زعما الحيط شدها بالحيط شدها بالحيط راه تشدها بالحيط ما راه كيبقى ايه سافر اختي ديالي حنايا واش نقول نمشي للمحاكم ضيعوا ولا زيد نمشي للمحاكم لا عندها الحل ديالها عندها تعمل السيمه ديالها تعمرها بالبيطول وصافي تعمرها بالبيطول تعملها المياه ديالها وتخرج وتعمل واحد الحيط كنا دابا دابا علاش علاش هاد الخساره هذه هي كامله السيد كيقول لهم تفاهموا وجيت ديك المساحه ما استفدتيش منها استفدت منها انا بعدا اخوك كتزادو في المساحه في الارض ديالو وعطي له الثمن ديالو علاش ديال انا غره كيفاش اصاحبي دابا اخو غادي يجبر التاكسي صغير ولا ما تنسي ماشي دابا ما غادي يجبر التاكسي كبير باش يمشي به المحطة اللي عمار يا اخو ماشي واخا التاكسي كبير اجي واخا تجبر التاكسي بخمسة دراهم ستة دراهم وتسنى هنايا في هاد النقطة هادي عاد خمسة ستة دراهم جبر التاكسي صغير داكشي اللي غنمشي به وانت مسافر ومن بعد داكشي اللي غنمشي به كانت في الموقع كانت في الموقع مشي العمارات اللي كانوا كيتبناو ولا الحرام كانوا على الاقل الى والو والو قربوها المحطة القطار خارج
لا لا مزيانه مهمه بزاف. واحد 207 من بعد جات بحال عاودت. ولكن يجب ان يكون هناك